السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن الريكتفايرز من منظور الدرايف سيستمز. زي ما انتم عارفين الريكتفايرز عباره عن حاجتين، سنجل فيز و 3 فيز. السنجل فيز عندنا مكون من اللي احنا عارفينه ثلاث انواع، الان كنترولد والسيمي كنترولد والفولي كنترولد. و3 فيز نفس الكلام، uncontrolled semi controlled fully controlled، بس هنزود على كل واحد منهم حاجة اسمها dual converter وهنتكلم عنه بالتفصيل واحنا بنشرح ان شاء الله. اول حاجة هنتكلم عنها هي single phase. في single phase في خمس حاجات هنركز عليهم. اول حاجة الconnection diagram، تاني حاجة الويف فورمز بتاعت الكرنت، تالت حاجة الافرج فولتج، رابع حاجة الكوادرنتس اللي هو بيشتغل عليها الكونفرتر ده، وخامس حاجة الكونكتد لود بالدرايف ده هو بيقدر يستحمل قد ايه. لكن بالنسبة لثري فيز احنا هنتكلم عن الكونكشن دايجرام، الافرج فولتج، والكوادرنتس اللي هو بيشتغل عليها، واللود اللي هو كونكتد بيه، لكن مش هنشوف الويف فورمز بتاعت الكرنت. لكن لو انت حابب ترجع تشوف الويف فورمز بتاعت الكرنت ارجع لمنهج بتاع باور الكترونكس وهتلاقيهم مرصوصين ليك. اول حاجه نبدا نتكلم عنها هي السنجل فيز. واول حاجه هنبدا بيها هي الهاف ويف كنترولد. زي ما انتوا عارفين دائرة الهاف ويف بتبقى بالشكل ده، احنا هنا بنرسم اللوب بتاعنا. ده هنا الثيرستور بتاعي عشان احنا بنتكلم عن كنترول، وهنا الفري ويلينج دايود نسميه دي ام، ده ال ار اي، ده ال ال اي، ده ال اي بي، وده ال في اس سورس بتاعي، وده ال سورس كارنت، وهنا بيمر ال اي اي في الموتور، لكن في الدايب بيمر كارنت اسمه اي دي. في ملحوظة مهمة جدا، انا ليه رسمت الدايرة بالشكل ده؟ ليه رسمت دايرة الإكوفلنت سيركت بتاعت الموتور بالشكل ده؟ احنا هنا بنتعامل مع ايه؟ heavily inductive load، فانت متوقع ان الويف فورمز بتاعت الكرنت تبقى كلها عبارة عن level current. طب هتقول لي احنا خدنا في منهج باور الكترونكس ان ساعات ال LED ممكن ما تدينيش continuous current بحيث ان هو يوصل يبقى level current في الاخر. جميل الكلام، فعشان كده هم بيريحوا نفسهم في الواقع، بيريحوا نفسهم من الدنيا دي كلها، بيقول لك احنا هنوصل حاجة معاها اسمها smoothing inductor تبقى بالشكل ده ونوصلها بال ام. دي معلومه جانبيه ليكم، لكن هم بيوصلوا لها سموزنج اندكتور بحيث ان هم يتاكدوا في الاخر ان الكرنت اللي ماشي ده بيبقى ليفل كرنت. ممكن نشيل بقى السموزنج اندكتور ده عشان نركز في الشكل الدايره. اول حاجه هنرسمها هي الويف فورمز بتاعه الكرنت. اول حاجه هنا عندنا الاي اي، حلو، نعمل بس حدود كده لينا. احنا هنا بنتكلم على 2 باي، دي زاويه ثيتا اللي هي الاوميجا تي، وعندك الكرنت هيبقى بالشكل ده من حيث الكرنت اللي هو ماشي في الموتور هيبقى ليفل كرنت على طول، والقيمه بتاعته اي اي. نعمل بس حدود تانية هنا ونسميها عند الباي. نرسم هنا الاي اس كارنت ده هيبقى شكله عامل ازاي. احنا نفرض حاجة، احنا نفرض عندنا ان الفايرنج انجل هي الفا وهتبقى هنا، نرسم الحدود بتاعتها. اول لما بعمل فايرنج انجل هنا
توقعين الويف فورم بتاعت الكرنت هيحصل لها ايه؟ هتبدأ توصل فهتبقى بالشكل ده لحد الزاوية باي، وبعد كده الكرنت بيقف ما بيكملش. وفي الهاف ويف التانية ما بيكونش فيه اي طيار. ليه؟ لان احنا بنتعامل في اخر مع هاف ويف سيركت. نيجي هنا للكرنت اللي ماشي في الفري ويلينج دايود. احنا قلنا ان الاي اي اصلا ده اللي هو الكرنت ده. حلو. الاي اي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاي اس بلس الاي دي. ده لو انت عايز توصلها من منظور سيركت. من المنظور التاني ان لما الثيرستور ما يكونش شغال في الفترة دي، في ليفل كرنت عايز يمشي، فهو اكيد مش هيمشي في خلال الثيرستور، فاحنا عايزين له مسار تاني يمشي فيه اللي هو الفري ويلينج دايود. فاحنا هنا عندنا الاي دي هتبقى بالشكل ده حد زاوية الفا، بعد كده عند الزاوية باي يطلع تاني لحد 2 باي كده، يكون كده خلص السايكل بتاعته. طبعا احنا هنا بنتكلم عن اي اي، وفوق برضو بنتكلم عن اي اي كفاليو. تعالى دلوقتي نتكلم عن شكل الفولتج ويف فورم عشان نجيب منها الديرفيجن بتاع الافريج فولتج. الفيديو ده اصلا هو عباره عن مراجعه للكلام انتوا خدتوه قبل كده، فهتحسوا ان الكلام مكرر، بس نفتكر مع بعض شويه بيزكس. نرسم هنا ساين ويف، تبقى بالشكل ده. ده الفي سورس بتاعي. نرسم دلوقتي شكل الويف بعد لما نبعت الفايرنج انجل الفا. الافريج فولتج هيبقى شكله عامل ازاي، او الفولتج اكروس ذا لود هيبقى عامل ازاي؟ زي ما انتوا فاكرين احنا بنفاير هنا، فاحنا هنا بنتكلم عن الزاويه الفا، فهتلاقي ان الحته دي كلها مفيش اي فولتج، ومره واحده راح طلع ماشي مع الويف فورم. حلو. وهيقف هنا عند الباي ومش هيكمل، عشان احنا في الاخر نتكلم على هاف ويف، فهيمشي كده عادي ويكون خلص السايكل بتاعته. هنا باي وهنا التو باي. احنا عايزين نجيب اكسبريشن للافريج فولتج. الفي اي هتساوي 1 اوفر 2 باي، نكامل الشكل ده هيبقى من الفا لباي. في ام ساين ثيتا دي ثيتا. الفي اي هتساوي، طلع الفي ام بره لانها ثابت، على 2 باي في تكامل ساين ثيتا عبارة عن نيجاتيف كوزاين الثيتا من الفا لباي. السالب ده ممكن يعكس لنا حدود التكامل ونعوض، هيطلع لنا الشكل ده. ال V A هتساوي ال V M over 2 by cosine alpha minus cosine باي. كلنا عارفين ان كوزاين الباي ده عبارة عن بالظبط negative 1، فيدينا الاكسبريشن الفاينل بالشكل ده. ال V A تساوي ال V M على ال 2 باي في كوزاين الفا بلس 1. والعلاقة دي بروزها لانها مهمة جدا. عامة الكونفيرتر ده او الريكتفاير ده الهاف ويف بيشتغل مع لود الريتنج بتاعه نص كيلو وات، وبيشتغل في 1 كوادرنت اونلي. كوادرنتس هنا احنا هنرسمها بشكل مختلف عن الفيديو اللي فات، وهيتشرح ليه احنا بنرسمها كده، وهنوضح ايه علاقة الكوادرنتس دي بالكوادرنتس بتاعت الفيديو اللي فات. فاحنا هنا عندنا الـ I A وهنا الـ V A، هو بيشتغل هنا بس، بيشتغل في الربع الأول بس. بعد لما خلاص عرفنا كل العلاقات بتاعت الـ Half Wave Controlled Rectifier، تعالوا مع بعض نشوف الـ Full Wave ريكتفايرز بنتعامل معاها ازاي. احنا هنا بنتكلم على الفول ويف ريكتفايرز، بنتكلم على اول حاجه
اللي هي السيمي كنترولد او السيمي كونفرتر، ده اسم تاني ليه. زي ما انتوا فاكرين رسمته كان بيبقى عباره عن ايه، تعالوا مع بعض نرسم الرسمه بتاعته في السريع. تعالوا دلوقتي نرسم الويف فورمز بتاعت الكرنت. نرسم اول حاجه الاي اي، الكرنت هيبقى بالشكل ده زي ما احنا عارفين، وهنا الاي اي. تاني حاجه نرسمها هي السورس كرنت، هتبقى بالشكل ده هنا عند الزاوية الفا، والحتة دي ما فيهاش كارنت. ليه؟ لان الحتة دي اللي هيمشي الكارنت اللي هيمشي في خلال الموتور هيمر برضو بالدايود. احنا عارفين ان احنا في الاخر بنتكلم هنا عن سيمي كنترولد كارنت، فهنيجي هنا هترسم الويف الجزء التاني من الويف. الزاوية دي عبارة عن باي بلس الفا، وهنا قيمة الاي اي، والجزء النيجاتيف هيبقى نيجاتيف اي اي. اخر حاجة نرسمها هي الاي دايود، هيطلع بالشكل ده. هنا عند الزاوية الفا، وهنا عند الزاوية باي بلس الفا. تعالوا دلوقتي نجيب اكسبريشن للافريج فولتج. احنا هنا بنتكلم على فول ويف، فانتوا متوقعين ان اللي هيحصل في الهاف ويف الاولانية هيحصل برضو في الهاف ويف التانية. عند الزاوية الفا هتلاقي الفولتج بدأ يظهر على اللود. بعد كده هنمشي هنا شوية، ايه ده هننزل نيجاتيف؟ لا طبعا، احنا هنا بنتكلم على ريكتيفاير، فاحنا بنطلع بالفولتج برضو، ونكون كده رسمنا ال V load او ال VA اللي بيظهر على اللود بتاعنا. تعالوا نجيب بقى اكسبريشن دي الافريج فولتج، هو عبارة عن V A over الباي، حدود التكامل من الفا لباي، ال V M sin theta d theta. ال V A هتساوي ال V M over الباي. في احنا قلنا بقى المرة دي احنا هنعدي ال خطوة على طول، هنقول انها التكامل يبقى عبارة عن كوزاين ثيتا، وهنا الحدود تبقى من باي لألفا، عكسنا الحدود لان احنا شلنا علامة النيجاتيف. فال VA تطلع بال VM على الباي في كوزاين ألفا بلس 1. العلاقة دي مهمة فبروزها كده. انت عرفت تجيب الافريج فولتج. كمان حاجه مهمه لازم نبقى عارفينها، الكونفرتر ده بيشتغل على 1 كوادرنت برضو. الماكسيمم لود اللي بتوصل بيه هو 15 كيلو وات. الكوادرنت اللي هو شغال عليه نفس الكوادرنت بتاع الهاف ويف كنترولد، رسمنا كده هنا ال VA وهنا ال IA، فهو شغال في الكوادرنت ده بس. لو انا عايز اجيب الاي اس ار ام اس هيتجاب ازاي؟ هقول والله الموضوع بكل بساطه عباره عن اي اس ار ام اس هتساوي روت مين 1 اوفر باي تكامل من الفا باي اي اي سكويرد دي ثيتا. حلو، كل بساطة انا مش عارف اطلع الاي اي دي بره الجذر، تبقى الاي اي
في جذر باي، وده انا كده كامل ثابت صح، فهيبقى في حدود التكامل عندي باي ماينس الفا، بس باي ماينس الفا، وده هو الاكسبريشن بتاعي بتاع الاي اس ار ام اس. مهم تعرفه لان انت ساعات بتحتاجه. اخر حاجة انا محتاج اعرفها من الدايرة دي، معلومة ليكم وهتبقى مهمة في الفولي كنترولز، هو الجراف او ريليشن بتوين الافرج فولتج والفايرنج انجل الفا. فانا ممكن اجيبها هنا على جنب، اقول ان هنا ال VA ده الافرج فولتج وهنا الفا. عند الحتة دي عند لما الفا بتبقى بصفر الجراف بيبقى عامل شكله كده صح، القيمة دي تبقى 2VM over pi صح. وعند الالفا بتسعين يعني كوزاين الفا بصفر، كوزاين التسعين بصفر، مهم ان انت تبقى عارف بس الجراف ده كمعلومة عامة ليك. نتكلم دلوقتي عن النوع التاني اللي هو الفولي كنترولد او الفول كونفرتر. الشكل بتاعه او الكونكشن دياجرام بتاعه بيبقى بالشكل ده. نرسم مع بعض دلوقتي الويف فورم بتاعت الكرنت. اول حاجه نرسمها هي الاي اي، الويف فورم بتاعته تبقى، الويف فورم بتاعته تبقى عباره عن كده اي اي. نرسم سورس كارنت. افتكروا احنا هنا بنتعامل مع فول كونفرتر، فبالتالي الكارنت عندي كونتينيوس بالنسبه للسورس. فانا هنا بقول ان انا عندي زاويه الفا كده، بعد كده هتنزل هنا عند باي بلس الفا، هتيجي كده تروح مكملة هنا. حلو، هنا الاي اي وهنا النيجاتيف اي اي. لو انا حبيت ارسم الفولتج ويف فورمز هتبقى بالشكل ده، ونرسم النيجاتيف فولتج سورس زي ما احنا عارفين من باور كرونكس. دلوقتي الافرج فولتج اللي هيبان على الموتور هيبقى شكله عامل ازاي؟ احنا هنقول هنا ان هنا الثيرستور هيبدا يكوندكت في هنا الزاويه الفا، هنمشي مع الويف فورم، نروح نازلين في الجزء النيجاتيف لغاية زاوية باي بلس الفا، ونطلع نكمل على الويف فورم التانية. انا عارف الاشكال دي ممكن تذكركم بذكريات أليمة، بس شكل الافرج ويف فورم بتاعتي هيبقى بالشكل ده. المرة دي ما عنديش فري ويلينج دايودز زي ما انتوا عارفين. نجيب اكسبريشن دلوقتي للافرج فولتج. ال VA هتساوي 1 over باي تكامل من الفا لغاية باي بلس الفا المرة دي، ال VM ساين ثيتا دي ثيتا. الكلام ده هيساوي ال VM over باي في كوزاين، مرات هنختصر بقى على طول، الالفا ماينس كوزاين الباي بلس الفا. يقفل القوس. كوزاين الباي بلس الفا دي بتساوي نيجاتيف كوزاين الالفا، فالنيجاتيف مع النيجاتيف هيبقى بوزيتيف وهيديني العلاقة بالشكل ده.
2 في ام اوفر الباي كوزاين الالفا، وبروز العلاقة دي. لو انا حابب اجيب اكسبريشن للسورس كارنت ار ام اس فاليو بتاعته تبقى شكلها عامل ازاي، نرسم تاني الويف فورم بتاعت الكارنت. هنقول ان الاي اس ار ام اس هتساوي شد شارة كسر كبيرة 1 over باي، هنمسك هاف ويف واحدة بس، حدود التكامل بتاعتي من الصفر للالفا نيجاتيف اي اي ده سكويرد دي ثيتا بلس من الفا للباي اي اي سكويرد دي ثيتا. اقفل براكت. الاي اي سكويرد مش ممكن تطلع بره السكوير روت، ثلاثة الاي اس هتساوي الاي اي في روت عبارة عن 1 over باي شد شوية شرط الروت في الفا ماينس 0 بلس باي ماينس الفا. الالفا هتروح مع الالفا مش هتبقى غير الباي، باي على باي بواحد، ساعتها الاي اس هيساوي الاي اي، يعني كده الـ RMS value بتساوي الـ average value في حالة الـ fully controlled. نفس الأسئلة المسألة نفسنا، الـ converter ده شغال على كام quadrant؟ هو المرة دي شغال على 2 quadrants، ممكن نرسمهم كده على جنب. نفس الكلام هنا الـ VA هنا الـ IA، حلو ده الـ quadrant اللي احنا متعودين عليه، لكن هو يقدر برضو يشتغل في النيجاتيف بورت من الكوادرنت ده. طب هو ليه شغال في تو كوادرنتس؟ انتوا زي ما انتوا عارفين الافرج فولتج بالنسبه للفولي كنترول ده واحنا رسمنا له علاقه على جنب هيبقى عامل ازاي كده، صح؟ هنا الالفا هنا الفي اي، لو جينا رسمناها هنقول ان البوينت دي هي باي اوفر 2، صح؟ هيجي كده بالشكل ده، وهنا باي. عند باي اوفر 2 هنا بيبقى بزيرو، الافرج فولتج بيبقى بزيرو، الزاويه دي مهمه وهنعرف ليه قدام. وفي الجزء لما ازود الالفا عن التسعين بيبقى عندي الافرج فولتج بالنيجاتيف، فبالتالي احنا هنا بنتكلم على 2 كوادرنت فاينل اوبريشن بالنسبه للكونفرتر ده. المعلومة التانية اللي انا لازم اعرفها ان هو برضو زي السيمي كنترولد هو بيشتغل مع 15 كيلو وات لود.